أنا أوافق ويا القرار لأن الإمساك كان يشتت انتباه وايدين. شخصياً امتحنت أوريدي الإمساك وعديت. خلصتي؟ بس الحمد لله أن لغو حقنا عشان ندخل الجامعات. بالعكس قرار زين لأن الحين نقدر نركز على أشياء أهم مثل دراستنا الحالية في المدرسة عشان بنحسن من الجي بي اي مالنا، ونقدر نركز على امتحانات صعبة أكثر هي نفس الآيلتس والتوفو لأنها على مستوى عالمي مو بس في الإمارات. مستانس مع القرار ولا؟ الحمد لله لأن القرار صراحة وايد حلو لأن في وايد طلاب انظلموا ما دخلوا الجامعات والتخصصات اللي هم يبونها. مستانسة بقرار الإمساك؟ نعم مستانسة. أنا أوافق ويا القرار لأن الإمساك كان يشتت انتباه وايدين من الطلاب، وكنا ما نركز بالدراسة اللي حين يعني والامتحانات اللي حين عندنا من المدرسة لأن متوترين بسبب الإمساك. يا ريت مرد الإمساك. ليش؟ لأن أنا بديت أذاكر في الإمساك وناوي إن شاء الله أجيب فل فيه. موازنة بين الدراسة في هذه المرحلة والدراسة لامتحانات الإمساك تؤثر سلباً على درجات الطالب في هذه المرحلة. الحمد لله مستانسة مع القرار، أحس بيعطينا فرصة نركز على دراستنا في المدرسة أكثر وعلى الامتحانات الدولية الانترناشنال أكثر اللي تشوفها الدولة نحن وراها.